جميل. سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا تما. سلام خوي خاتي، صباح الخير عليكم. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. المهم اليوم انا فقط صباح مع العشرة، اش كنت غادي نمشي للحمام. ابري حيت الحمام البروغرام البنات لظروف طارئه. المهم البنات اليوم غادي نمشي ندير البروتين شعري عند فاتي صاحبتي فاتي بيوتي. يلا حلات الصالون كما تكونوا شفتوا في ستوري ديالي في انستغرام. المهم البنات اليوم غادي نمشي عندها غادي ندير بروتين. شحال وانا كنتسنى فيها كنت باغا نديرو وقالت لي تسنيني حتى نحل الصالون ديالي، حيت انا بيان سور كنتيق صاحبتي وكنتيق في يديها ما غاديش نلقى ما احسن منها. داكشي علاش البنات اليوم غنمشيو عند فاتي غادي ندير بروتين، وخا صراحه ما عنديش الجهد ليه باش نبقى شتي شي السوايع وانا في الصالون، ولكن غنصبروا مع عندنا من نديرو باش نحيدو علينا هاد الشعكاكه باش يولي عندنا الشعر ليس. صافي البنات هادشي اللي كاين، يلا دوزوا معايا هاد النهار. اي حاجه درتها فيه غادي نبارطاجيها معاكم. وصافي 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 البس مبيضراتي اخرج بحال هكا مشعكه حيت شي اصلا ما بعيداش عليا بزاف. دونك دغيا غادي نطلع في الطوموبيل. ما عجبني مكحله اليوم كلشي كحل في كحل في كحل. المهم البنات يلا نمشيو يلا معايا. عرفت انا فرحانه حيت غادي ندير بروتين. شحال وانا باغي ندير والله. عرفت البروتين البنات ما كاينش اللي فينا ما كيهنيهاش من شعكاكتها ما كيبقاش. تقدري انا كنقدر دابا فاش ندير بروتين نصايبو غير بلوان ستيب وكيخرج ليا الطيطب، ولكن بيان سور خصكم تعرفوا عاد من ديروا بروتين والبرودوي اللي غديروا به البروتين باش ما تقربوش باش ما يتكرهش لكم شعركم وباش ما يطيحش. ودو بزاف ديال لي بوين مهمين. اما البروتين راه زوين ولكن ماشي بروتين وماشي عند اي واحد. الا مشيتو عند شي واحد ما كيعرفش يخدم راه بيان سور شعركم غادي تقطعوا شحال من حاجه. فراسكم انا رافقت من عس غسلت غوجي والله شعري ما مشت اصلا باللي مقاد ما فيه ما يتمشط. صافي البنات يلا نمشيو. المهم البنات انا وصلت عند فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء ما كترحبش بيا. هاي لي زامي. المهم نشوفوا اليوم الغيزوطه ديال الغيزوطه ديال البخوتين. عاد هادي الغيزوطه غنقتلك عصباتك بغات ديروا لي شي حاجه. عاد تقولي في لي كومونتير بغاو فيديو للصالون. قال انا درتها فين هو الفلوق اللي درتو صدق انا واش كنصور وكنزيد شويه كيكه من برا عالك والروفه هكيكه كرواسا شي كيجيبوا لي الناس انت تجي طايره نجيب لي تغدى كوالروفه اش يجيبوا لك الغدا جيبوا لي دجاج فيها رز و اليوم نتغدى معاك كيكه كرواسا. شوفي شوفي فاتحه تهلات فيا وعطاتني دانون هذا هو الترحيب. بقى جيب لي قهوه ياكي. اه راه السيرفيس عنده واعر. بيكم عرفت شحال وانا كنتسنى في هاد الانسه هادي جيت عندها مع 12. تخيلوا دابا الرابعه باقا ما دارت لي والو كاع الكليان ديالها صدقاتو عليا احكا خويا لك الصالون. المهم شوفوا حالتي كي ولات. المهم دابا البنات غادي تبدا تابليكي ليا البروتين وغادي نتغدى انا وصحيبتي ونستك اليوم صراحه عاوناتني صايبت لها بروشينغ لواحد الدريه كي جيتك حادقه عاونت حيت كان عندها الزحام. صافي البنات بالنسبه لهاد الصالون البنات الا بغيتو تجيو عند فاطمة الزهراء كدير كلشي لو جيل دفار كلشي بلا ما نكثر لكم الشكر حيت اش تقولوا صاحبتها ولا شي حاجه، ولكن فريمون داكشي زوين. انا شعري ما كنعطيش لاي واحد شحال وانا صابره تتحل لي الصالون باش نديرو عندها حيت كنتيق فيها فهمتوني. ماشي اي واحد غنعطي شعري ديال لي بروتين. المهم البنات دابا غادي تابليك لي بروتين ابري غنتغداو وغادي ندير لي بيديكور ديال واعر. تحيد لي هاد القفه غيولي شعري نطب كتسلخش يا عرفتي هادوك الكواروفه كتسلخ روح هاد المجرمله جيتو عندها صحيح. اول برودوي البنات هاد البرودوي باقي زوين وزوين حتى اللي حاملين ودراري صغار يعني ماشي مجهد بزاف يعني زوين. الخدمه ما فيش الريحه ياك الخدمه ما فيش الريحه وريحته زوينه نيش. انا ما كنحمش ديك الريحه ديال البروتين وداك التخاخن وداك الحال. صاحبتي انا راه صاحبتك تكيسي عليك تقولي لي كيف صحابه ما كنريش فيك حتى كنت وعات انا عندي سميتو سونسيبل انا راه سونسيبل شعري يجي قال لي راه سونسيبل انا شعري ما ديتش سكر مع الماء وداك الشيء فهمتو ها شعرك كاين شو الغدا جو هاي هاتشوف فلوغ وي انا غنتغدى
ولك الله يشعروا لي زوين ان شاء الله خير وغادي تشوف. كنت راه صاحبتي البرودوي لي زامي درا ما خصها خصها تفهم واحد القضيه، راه ماشي هو البرودوي هو كلشي. خذوا راسك درا شويه والخدمه كنتري الغزول ديال شعري واو حمقني. اي فاشي غتصوروا لكم اللور حاجه خطير تبارك الله على فاتي والله. المهم البنات بغيت نقول لكم بلي فاتي دايره برومو اي شعر كما كان، نوع طويل قصير طب بوكليك، المهم اي نوع ديال الشعر ب 400 درهم. البنات ادي لكم نفس البرودوي اللي دارت ليا خطيره البنات. شوفوا خدمتها زوينه ومفيش الريحه. اهم حاجه الشعر ما تقرد ليا ما والو، حيت انا عمرني درت خوتين وما تقردش ليا شعري، ديما كنلقاش زغبه مقرده. شوفوا تبارك الله ما شاء الله جفن هكا كيصوري لي. شوفوا مريم ديتي كيفاش كنديرو شعري زوين. مالك طونسيون رطبين جمال تبارك الله على صحيحتك. الشي غزيلتا فينال. شوفوا البنات الشعر كيفاش جا مع لي زيكستونسيون، متفهمتش شي فرق. المهم البنات دابا لقيتوني جيت للدار، شوفوا البروتين كيفاش خرج، زيد عليه حتى لي زيكستونسيون. ودابا لقيتوني لبست هادي سخونه شويه، غادي نتعشى انا وصاحبتي مريم ماشي بعيد غير فواحد البلاصه قريبه وصافي. وغادي نضربو دويره عاد تشوف الجو زوين والحال بارد وصافي. قلت نضرب دويره النهار كله وانا صانو تخنقت، غنمشي انا وصاحبتي دابا نبدلو الجو ويلاه معايا انا وصاحبتي. غير ما كتبغيش تبان اوف كاميرا. المهم غادي نتعشى وتشوفوا العشاء الغريب ديالنا شنو. غتعشاو مع 11 وتشوفو بعدا العشا ديالنا شناهو، غتموتو بالضحك. يا خاوي ورمد يا خاوي، عاد الدنيا خاوي والجو زوين ياك. الجو فن البنات صراحة، ديال زعما كاين الخروج الدوران حس بغيتي كتستنشق الهواء. نتوما مريم راكش عارفه امشي اول فلوق تشوفوها معايا، بعد مرات كتبغي تبان بعد مرات لا على حسب الكانه ديالها. المهم اليوم خلونا خطره صافي، دابا غادي ناكلو ونوريكم شنو غناكلو. اكل غريب جيت من الحمام جي خرجاني ببيجامي راجي من الحمام داكشي علاش. او ماي جاد ملي حتى شمتي قلعي الا قلعتي نعطيك 5 دراهم ديال المدينه. عندك ثلاثه المرات شي حاجه كتعجبك؟ انا عارفه كتعجبك، تعجبنا بجوج انا وي شوفي زعما شي بزاف حوايج كيعجبونا بجوج لي بونط. صافي الكورة ديال الدرب نص، داك نص ديال الدرب مالي شحال بنين، ولكن اللي دابا وقت البرد كيبقى في البنات. حنا باش غنتعشاو انا وصاحبتي، هذا هو العشاء حاجه سبيسيال، عشاي انا او عشاي انا. الصراحه هذا الشيء اللي مشهيه ومشهيتش شي حاجه اخرى والله. دابا البنات ندوق هذا الكريب نشوفوا واش بنين ولا لا. يامي يامي شوفوا ما كاين حتى ما ديك الكابون. السمنة تنادي عمري في الانستغرام زوين. كيف
بلا ما فاستش بارد الله مارقة ما يحطوا لي البنات اليامات غير حلاوة وسيرة حطوا لي غير حلاوة وسيرة شوف يا بناني لا كل بلاصة فيها بنان عنص كل الشوع مريم اليوم ولا الضريف خلات من ضعف كيفاش واحد البنة ما حلوهاش بزاف باش واش نجبعش على هادي هي تشيز كيك راه باش تكون جايه الملوح على سميتها تشيز كيك على الاجواء وعلى ماكلة شحال بنينة المهم انا قربت نرجع الريجيم ونتواضع مع الماكلة بصحتك صحيح يعطيك الصحة اليوم الانيفرسير ديال سلمى صاحبتي اللي كتعرفوها كاملين اليوم عندنا من اليوم هي دايره الانيفرسير فواحد البلاصة وصافي دونك البنات غادي نحتفلوا اليوم بالانيفيرسير ديال صاحبتي وغادي ندوزوا نهار كامل انا وياكم ومع صحباتي الاخرين المهم انا دابا يلاه فقت بكري شويه مع ديك التسعود بقيت غير متكيه في بلاصتي ما كبديتش نوض دابا 10 غنمشي البنات للحمام باقا ما جمعت الحوايج الحمام لا والو باش ابري نصايب شعري وداكشي شوفوا كيفاش ولا ليا المهم بلي البروتين ما دار ليا لا قشره لا والو وما عرفتش ايوا صافي البنات دابا لقيتوني غادا نمشي نتحمحم و ابخي غنخرج من الحمام غنصايب شعري وغادي ندير معكم get ready with me شنو غادا نلبس الماكياج اللي غندير وكل شيء ابخي غنمشيو لانيفيرسير ديال سلمى المهم البنات انا غنوض دابا نجمع حوايج الحمام صراحة ما بارطاجيش معكم كاع لي زيتاب ديال حوايج الحمام حيت نتوما عارفينهم بلي ما كنبارطاجي معكم بارطاجي معكم غير واحد الكوما اجلي الصراحة خديتو دوين ديال النيلة هذا هو اللي غادي ندي معايا اليوم ما كاينش الكوماج ديال القهوة كاين الكوماج ديال النيلة اللي حتى هو زوين صراحة بحال بحال قوم ديال القهوة وصافي غا هذا رطب عليه شوية أو كتخرج لابو شوية رطبة شوية حتى شو قيلة فيه شي بخودوي اللي معرفتوش صافي البنات هاد الشي اللي كاين دابا يلاه مهم دابا أنا غنمشي نجمع حوايج الحمام دغيا باش منتعطلش هاد الشي اللي كاين مهم البنات هادي هي البيجامة اللي غندي معايا الحمام سخونة شوية حيت دابا ولا الجو بارد أو هاد سبراي ديال سكوندال لاكخيم ديالو صافي هذا الشيء اللي غادي نستعمل مورا غنستعمل مورا الحمام لا شوفوا لي هاد العروسه هذه شوفوا لي هذه لقيتو مجاون بيتي انا ما كنتش في الدار لقيتو مجاون بداو كيصايبوا شي وحده لابسه لي تريكوي لقيتو مجاون كيسحب لكم هذا صالون ندير غرفه النوم جمعنا لك حوايجك مشيتوش مجموعين جمعنا شك بيتك هو انا اختي بيتي كان مجموع ولا كتخصع عليا الباطل شفتي عليها في الحرام لا باغا نلبس البارح جبتي انا ما لقيتهاش عاوره كنت فيني فيني انا عارفه كتلقاي شي شراطه كتلوي عليها والله الا خديتيها هي اللي عندي في البرد انت مو غير ديك الجاكيطه عزيز عليا الصراحه واخا ما عرفتش اش من جاكيطه لبست لاحظتي هي كاين كندوز بها الشتا المهم الزعمي شوفوا الكادو اللي جبت لسلمى هذا الكادو غير حيت لانيفيرسير ديالها اليوم داكشي علاش مشيت شريته باش نتسمى جبت لها الكادو اما الكادو الحقيقي ديالها والله كومونديتو وباقي ما وصلش باقي معطل حيت غيجي من خارج المغرب الله يا فهمتي حتى النهار اللي غادي نجيب ليها حتى النهار اللي غيوصل الكادو ديال سلمى واحد الكادو واعر وغادي نبارطاجي معكم المهم هادي غير واحد الكادو زعما كاين زوين الصراحه غالي طيب وانا اصلا كيف جبت زوين على صاحبتي اقسم بالله وحق الله انت زوين وحق الله انا كيعجبني هادشي خاصك تعرف شريت هذاك الشيء اللي كيعجبك بقيت كنقلب جبتي شي حاجه زوين ماشي زمن مده وقت الحرب خسر بنا 25 درهم في السيمانه عرفت رجعت عليا كنت صحيح تقولي لي الكادو ديريكت ما عرفتش واش كنقول لك شوفوا البروتين كيفاش خرج ليا البنات ها هو دابا كاين شوفوا خرج ليا واعره البنات
عندي لكم ترانزيسيون، عندي لكم ماركه وتشوفوني من بعد كيفاش غنوجد راسي صافي. المهم البنات انا وجدت راسي، شوفوا مكياج كي جايني هذه صاحبتي فاتي. انا وريتك شنو المهم تعطرنا على سيرنا بزاف، داكشي علاش كتشوفوا كلشي فيه ستريس حيت مصلحه ياك تعيطينا، ولكن ماشي خاطرنا حيت ما عندناش ماتيريال كامل مساله كريم، لا ماشي حيت انا بوحدي نتيا. حنا وصلنا عند سلمى باش يكون عندك جفاف. شوفي سلمى، ديريها عندك سلمى، شوفي 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 سلم